وأنا قلت سبحان الله. في مؤلفاتي، في بعض مؤلفاتي أيضا كتبت أن القوانين الطبيعية إنما هي صورة ذهنية، ما يحدث هو أن هذه الحصات تجلبها الأرض وهذه الحصات تجلبها الأرض، أما أنه نسمي شيئا بقانون الجاذبية فهذا عبارة عن مجموعة حوادث جمعناها في ذهننا فسميناها قانون الجاذبية. فحينئذ قانون الجاذبية إنما هو فكرة، والفكرة لا تؤثر في الخارج، لا تؤثر في الخارج، ليس هناك قانون اسمه قانون الجاذبية، وإنما كل شيء يحدث بقدرة الله سبحانه وتعالى. فحينما يزعم الزاعمون الماديون بأننا نعوض عن الله بالقوانين المادية خسروا وخسئوا، لأنها غير موجودة أصلا، وإنما هي مجرد أفكار في أذهاننا. كما مثلا شنو نقول الإنسانية، الإنسانية موجودة، إنما الموجود هو الأفراد زيد وعبيد وسعيد وفلان وفلان، أما الكلي المعنى العام غير موجود بطبيعة الحال. ولاحظوا كذلك القانون بالمعنى العام غير متحقق، سبحان الله، هم يقولون أن ما هو غير محسوس غير موجود، زين جيبولي عن حس وعن رؤية وعن بصر القانون، قانون الجاذبية مثلا أو قانون سرعة الضوء أو قانون مدري كيت أو كيت، ماكو، وإنما ما هو الموجود هو المصادق والجزئيات والحوادث الفردية. فهذه الحوادث الفردية من الذي يعملها؟ القانون غير الموجود والقانون الموهوم بطبيعة الحال لا أعجز من ذلك، ومن يؤمن به أعجز من ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته.